اقامت الطائفه الانجيليه الاحتفال الرسمي بعيد القيامه المجيد وذلك بكنيسه مصر الجديده الانجيليه تضمن برنامج الاحتفال الصلاه الافتتاحيه ومجموعه من الترانيم بحضور رئيس الطائفه الانجيليه في مصر الدكتور القس اندريه زكي وقيادات الطائفه والضيوف والمهنئين من قيادات الدوله والشخصيات العامه جايين نقول للاخوه الاقباط كل سنه وهم طيبين بمناسبه عيد القيامه نسال الله عز وجل ان هو يديم علينا الاخوه والسلام وان ينعم على امتنا بالاستقرار دائما اللهم امين بهني المصريين كلهم ونقول يا رب اجعل ايام كل مصر كلها افراح ويبعد عن العالم أه الحروب والحاجات الصعبه اللي احنا بنشوفها دي طبعا كل سنه واخواتنا الاقباط بخير بمناسبه عيد القيامه المجيد احنا بنستغل هذه المناسبات ان احنا نتبادل التهاني ونشارك يعني بالحضور وبت... و... يعني وبكل ب... انواع المشاركه ده بيعبر عن يعني ان احنا نسيج واحد ومصر بلد المواطنه والحقوق بين المواطنين جميعا متساويه والحقيقه يعني انا شخصيا مواظب على حضور المناسبات الدينيه لان يعني بتجمعني بالاخوه الاقباط يعني علاقات طيبه كل سنه وكل المصريين طيبين في احسن صحه وفي احسن حال بنتمنى ان بركه ايام العيد تعم على كل المصريين في كل ربوع مصر واللي يهمنا اكتر واكتر انها تعم على كل فقير وعلى كل مريض على كل مسكين على كل واحد في مشكله او في تعب تكون الايام دي ايام بركه وتكون سبب لفك كربه او ضيقه وان كل العائلات المصريه تعيد بفرح وسعاده